أنا من محظوظ، أنا مقروض، أنا من محظوظ، أنا مقروض، أنا مقروض، أنا من محظوظ، أنا مقروض، أنا محظوظ، أنا مقروض، أنا. ألو ألو ألو، مرحبا أبوي، مطعم خالد حرية، أبوي، أخوي، إيه يا حبيبي، عطني طال عمرك، الحمد لله على السلامة أبوي خالد، شحالك؟ بارك الله فيك، عطي اثنين قشيد، نعم، وتحته بيت ابوي. ايش حق تغلط الله يرضى عليك، ما عندك تحته؟ قل ما عندي تحته، ايش حق بيت ابوك؟ هات سوينا برياني. بارك الله فيك، عندك صحنه؟ والله ما انا طلبات، هاي طلبات، ما امزح يا كلوت. ما عندك صحنه؟ قل ما عندي صحنه، لا تغلط. زين، هرارور 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 هرارور، هم يقولوا لي هرارور. شو تبولة؟ هذيلا مال تبولة؟ ياكلون تبن ولا ياكلون تبولة؟ يلا يلا، انت اشوفك قمت تبصخ، هات لي اثنين قشيد واثنين بريان وخلصني في ملا. سهيل، ها يا سهيل، ها شفت شي قايل؟ شفت كيف ان الرزيف عندنا في ام القيوين غير عنكم؟ شفت شي قايل؟ شفت كيف؟ خل عنك هالسوالف هذي، انتو في ام القيوين تجدمون ابيات، ما ادري تقصرون ابيات، قمتوا وحرفتوا شي يسمونه اياه العيال مالنا. لا لا يا سهيل، لا، هذا الكلام ما ينبغى منك، طول لي بعمرك. نحن سلمك الله فم القهوين ثابتين، لكن انا سمعت عندكم في راس الخيمه انكم ترزفون العياله بالموسيقى بذني سامعني. سمعني عادي عيب، وحط هذه الرمسه بذنيك، لا تقوم تتبلع علينا. نعم احنا نسوي هاي الفعله، ندخل العياله وفيها الموسيقى؟ لا، ما سوينا هاي الفعله، انت، احنا الاصل. انتوا الاصل؟ لا يا عبيد، لا، نحن الاصل. هي نعم، نحن الاصل. ايه عيد، اسمع، لا تجلس تتبلع علينا، نحن ما دخلنا موسيقى في العياله. اها سهيل، علي انا السوالف هذه، سويتوها ودخلتوا الموسيقى في العياله. انا سامعكم، اقول لك سامعكم. يا اخوان، شو هالرمسه هذه؟ اسف، قصدي اقول يا اخوان، قصدي اقول يا حبايب، قصدي اقول يا انسابي، يا حلوين، خير يا طيبين، يا اخوان، بحبكم. الله ياخذكم. ابغي اركض. شربتوا شاي ولا ما شربتوا شاي؟ الحمد لله رب العالمين. ما بترقدون؟ لا، الريال عيب عنده يرقد عقب الغداء. هي نعم، الارقاد بس مخلاي حق الحريم. هي نعم، شو الرمسه هذه؟ الله يهداك قريب. زين، انا ابغي اركض، شو اسوي الحين؟ يعني استوي حربه عشان اركض الظهر، وبعدين ايش دخل الحريم في رقاد الظهر؟ يا جماعه، راسي عورني، متصدع، ابغي ارقد. يا ابو احمد، بارك الله فيك، انت ريال عاقل وفهيم وتفهم. الله يهديك. ايش تسوي كذا انت من الباب للمحراب؟ ابغي ارقد مثل ليال. ما حد بيودنك ابوي، سرقت. لا، شو هالرمسه هذه؟ كيف تقول لي سر ارقد؟ خبرني يا ابو احمد، الحين لو سرت وحطيت راسك ورقدت، منو اللي بيجيب لي الدواء مال الحالسيوم؟ حالسيوم على الوجه زين. صعب أحمد، هذا لابتوب عباسي. لابتوب عباسي؟ ما علي يا عباس، ما علي، أنا مقدر أن هذا اللابتوب مال ولدك ونادر وعباسي، بس أنا يا أخوي أبغي فقط نص ساعة فقط. صعب أحمد، تدري الكيبورد ماله حروف فارسي فيه؟ لا، وين تدرس انت للحين فارسي؟ انا ابغي انجليزي، بسوي يعني طلبيه، اوردر، بسوي اوردر بس بخلص. يا عباس، لا شرط ابو احمد، شرط ما تحطون فيه فيروز. ما بحط فيروز، بحط ام كلثوم. فيروس
خلاص فاروس لا تحطون فيه فاروس. يعني انا عباس خبله مجنون انا شو يعني؟ يعني باخذ لابتوب انا بخربه مثلا؟ ليش احط فيه فيروس؟ ليش؟ خلاص يا عمي هدي خلاص. ابوي عادي اللي هو لابتوب بعطيه يا عمي. ما انا عارف ايش حقه تبي تعطيه. عارف قلب مالك مهروك. ابو احمد مو بتصير تسوي فيه ماسنجر شاتنج؟ عباس يا اخوي انت جاري. عباس ليش انا كل ما اطلب منك شيء لازم انذل؟ ليش؟ ليش تحسسني بهالذل هذا؟ ليش الشيء اللي بتعطيني اياه تطلع كبدي وتلوع كبدي ليش؟ ليش بتعطيني اللابتوب؟ عطني ما بتعطيني. كل ما بعطيك اروح عندي عطيه زين. خلاص يا عمي خلاص هدي 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 ما عليه. ابوي بروح اجيب اللابتوب وبعطيه لعمي غريب بيستخدمه وبيرد لنا ما بيصير شيء. جيبه بروح اجيب لك اللابتوب وبرجع. مشكور مشكور مشكور. قلب ولدي محروق انا عارفه. قلب ولدك محروق؟ ليش تقعد تسوي لي انا السوالف؟ واحمد شرط. ها شو شرط بعد؟ هذا اللابتوب في ويندوز 7 ترى. شو في 7؟ ويندوز 7 تعرف ليه؟ انا مشتغل على ويندوز 11. تعرف انت حق ويندوز 11 ولا 5 زياده فوق ال 7؟ عرفت فتاه بتشوف من بعيد دق رموت كذي وتقطر تشتغل بعدين. عارف. يلا بابا محمود بسرعة هيبه. لا إله إلا الله. الحين يا غريب الحين هذا اللي تلعب يمين يسار. انترنت انترنت هو هذا. تقدر تطلب منه أي شيء؟ كل شيء. تبى سيايير، تبى أثاث بيت، تبى أدوات تجميل، يعطونك يعني المعلومات وبأسعار زينة واختار أنت وطب وتخير. إنزين عيال أطلب لنا طبول. شو أطلب لك؟ طبول عياله. أطلب من أمريكا طبول عياله؟ أنتوا فيكم عقل ولا ما فيكم عقل؟ هذا أبوي إنترنت، أنا مستخدم إنترنت مو بساحر أفريقي. اسمع عاد غريب، لا شو يسمونه تصعبها وهي سهلة. سهلها سهلها سهلها. تدرون تسكتون شوية عشان أشوف الريال وأشوف طلباته؟ تخلوني شوية أركز عشان أطلب حق هذا الريال دواء. يلا غريب عاد وايد أخرتني ترى. أعطيني البطاقة بسرعة إن شاء الله طولي بعمرك. أعطيه. شو ها بطاقة صحة؟ هي أنا شو أبغيب البطاقة هاي؟ أعطي الويزا أعطي الماستر. قريب أنا ما عندي هالسوالف هذه، أنا ما عندي غير هالبطاقة وبس. شكاين ما عندك؟ وش يسوي بطاقة الصحة؟ الماستر الفيزا عشان أطلب. قريب ترى السالفة وما فيها أن ميتة ضاري تطلب لي من بطاقتها بروحها. يلا يلا غريب بسرعة طلع بطاقتك واطلب لي. يلا عاد إياك عاد. شو طلع بطاقتي؟ أنا خاف يسرقونها. زين غريب ينفع سحب آلي؟ أنا عندي مال مكينة. أقول لك تسحبوك إن شاء الله. رجل آلي سحبك من اليبل وعقك بطاقتي أنا. يسرقونها في أمريكا يسرقونها شبلات. كلاك عود من عيونك. أشوف صدق من عيونك كذاب. شقف يسرقونه ويبوا مخبال. يا دخيل الله دخيل والديكم سهيل عبيد. يا أخوي فكوني يا أخوي اسكتوا عني. خلوني أنا ممتلش في هالطمة هذا. خلوني أنا شوية طالع أشوف هذا. اسكتوا عني دخيل الله. لحظة يا أبوي لحظة بنطلع هذا الكرتة. صبر خلنا نحط الرقم. هذا كرتي انا مالك؟ ها يعني انا طالبك انت. زين بحط انا بيزاتي انا. انا اعطيك احد بيزاتك بذلنا. دخلنا الرقم. شوف اتاكد. هذا هو الدواء اللي انت تبغيه. تشوف لا اذا ما خاب ظني هذا ظني دواء الكحة. لا يا رياش دواء الكحة هذا مال قطرات العيون. يا اخوي انتوا ايش بلاكم؟ انتوا اسكتوا عني يا اخوي اسكتوا عني. انا عندي واحد ارزي اتفاهم وياه. ايش بلاكم وياي يا اخوي؟ فتشوا عني. ايش لكم في هذا؟ انا ارسل اطلب حق هذا مو بحقكم انتوا. اوه قريب. ها هذا كم اللي مرام؟ شو هذا باللي شو مرام؟ مرام شو يا اخوان؟ مقام. شو مقام؟ رمرام اقول هذا 50 ملي جرام. 50؟ لا غريب 50 الحين ما يجيب راسي. سولي 150. سولي شو بالله عليك؟ انا يارس اطلب لك مخدرات يجيب راسك ما يجيب راسك؟ يا غريب ابزين على زين. الرجال يقول لك كذا تعينه
انا ابو سوي لي دورك، ما تقول لي ركبت صدق صدقت صدق. انا والله انا ان شاء الله لو مخلي ميثا وضبابة حوالي وايد ابرك عندك. انا وين ايش الدور يعني؟ انا وحداني ابوي ماشي 150، اطلب لك 200 قريب. شكلك اللي تبغى تجتني. شو بعد 200 هاي؟ اذا ماشي 150 يبلي 100 بس، كافي كافي وايد ترى هذا. اللهم طول شروح. يا الله يا صبر ايوب على بلوى. يا الله يا الله يا الله عندك هذه ابوي المية. ايوه شوف عاد اتاكد ما بنا اهوس على الفص عقب تقول لي بابا ترى بدفع بيزات. تاكد هو هذا. شوف غريب اهوس غريب. نعم انا مالي شغل، انا بقول لك هوس لكن عقب ما بيطلع غير وفرق عن الدواء مالي اللي اقول لك عنه. لا 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 طمن هو هات شوفه بعينك. هو سعيد دوس دوس اهوس بس... ايه هوس هوس بس صبر صبر. يا غريب كم طالع لي بيطلع؟ 7000 بالضبط ولا زايد قاصر؟ لحظه وين مال البرايس هذا؟ هو ما اعرف انا بعد. ايه 6880 درهم اي يجيب 120. شو بعد يا ميثا؟ شو مسوي؟ انا واني مطرشنكم هناك عشان اعيش بروحي يوم على الاقل ما في حد وياي، هادي مرتاح افكر مع نفسي شويه ولا عافد علي عيد القيواني شوي ولا اخوانك بالرضاع سيل وعبيد. حالتي على الله. اسكتي بس اسكتي. شو جالبين الدنيا اطبول؟ اقول لك انا في معركه حفل. يلا يلا برايك الحين انا طالب كباب بتعشى بعشاء. زين اقول لك اذا حصلت لقمه اكلها زين. يلا يلا سلمي علي الدج. مع السلامه. اهلا اهلا غريب. سلام عليكم. حيا الله الجيران. اهلا وسهلا. خير ان شاء الله. صحود والله يا غريب يا اخويا. أنا فكرت قلت لا ما يصحش نسيبك قاعد لوحدك يعني، فجبنا العشاء بتاعنا وجينا على طول. يا حيكم أهلا وسهلا. والله إني أنا قاعد وحداني بروعي في البيت. تعالي شو جاي معك دكتور؟ والله يا غريب أنا فكرت أجيب لك إيه أجيب لك إيه، وبعدين خفت لا أنت ما يعجبكش فروحت جايب بقى السلطة وأنت تتصرف. أنا أتصرف؟ يعني أنا قلت جايب لي كشري جايب لي محشي جايب لي. توكل على الله دكتور. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل تفضل. يلا يلا يا زول تفضل. مكتوب لي انا اصلا. سراج يا عيني. شو في غريب؟ اوف 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 في غريب. كسره سودانيه تاكل اصبعينك وراه. شو هاي كسره سودانيه؟ كسره مو بكسره مروب. لا كسره طبخه طبخه في السودان. أيوة. اسمها كسره. اخ جايب لي كسره. ايوه يا اخي شكرا مشكور مشكور. والخيبه شو ها اذا اكلتها سويت ازالوه. ايوه ازالوه ازالوه ازالوه. ايوه الناس نسوه ازالوه الناس نسوه. انا بتوفق انا بتوفق. زين ابو احمد قولي سوت لك سالونة سمك على قلو. على شو؟ قلو قلو خن 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 قلو؟ خن اسمه قلو. ما شاء الله وايد حلو. حد يعمل السمك ده؟ كنت هات التاني ده البياح ولا ما تعرف الخن انت. مش مهم اتفضل يا غريب عشان نفسك تتفتح سلطة. اي هذا اللي جبته وياك. كل بسال مشكور. سلطة سلطة غريب. كسرة سودانية هذه الكسران سراج؟ دوقة دوقة بس انت وبعدين كلمني حتقول لي كل يوم جيب لي خمس صالونة. فريد سوداني. فريد سوداني هذا فريد سوداني. شكرا شكرا يا سراج. قال كسرة هذا عدني يا انا ابي بس عاد انا باكل كل هذه يا اخوان. عارف عباس عليك بالعافية. عارف بلي انا بلا فخر اهلاوي ابا عن جد. الله اكبر على طول تعجبني دكتور ترعية صدري يوم تقول اهلاوي. ما انت معذور يا عباس، انت لو كنت شفت الخطيب وهو بيلعب كان جات لك سكتة قلبية. طبيت ساكت على طول على طول. انا بشجع المريخ. طيب بابا نتكلم عن نوادي عن كرة القدم. شو ودوك انت عند المجموعة الشمسية فوق في الفضاء؟ تدري دكتور يودونهم يوم يشجعون في المريخ يودونهم داخل تشالنجر. معقول؟ لا 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 عباس انت فاكروا المريخ اللي انت في بالك؟ لا ده نادي عادي جدا. عمي غريب. اه ما قلت لي
انت اي نادي تشجع؟ اي نادي؟ والله يا عم انا يعني وياكم اسايركم انا اشجع نادي الزمالك. يا غريب يا غريب، هنقطع على بعض ولا ايه يا سيدي؟ يا عمي مش الزمالك بتاعكم. امال؟ انا بشجع نادي الوصل، عندنا نادي الوصل زمان كان اسمه الزمالك. نادي الوصل كان اسمه الزمالك؟ انا اول مره اعرف الحكايه. ما دكتور كان مو الزمالك عشان النادي الاهلي. صحيح صحيح. والله يا زمان عباس الله على ايام الكوره، يعني ايام اللعب الاصيل. ايامها كان هناك شمبي، يا سلام على شمبي. ابو احمد شو خير؟ ابو احمد كون احمد عيسى اللاعب، احمد عيسى. لا بقى معلش بقى، لا معلش بقى، ما حدش يتكلم في اللعيبه وانا قاعد معاكم. بيبو احسن لاعب القرن. سبه زين ابوي. دكتور هدوا الموضوع، ما له داعي ان تنرفزون كذا، الموضوع بعدين رياضي يعني، ما له داعي. يا دكتور خليك في سماعتك وفي روشتاتك اللي بتكتبها دي يا اخوي، الكوره لا تتكلم عنها، خليها لاصحابها. فيصل عجب احسن لاعب عربي. روح 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 روح. احمد قليل بيبو. احمد بيبو. احمد قليل الراوي. ايه يا غريب، بيبو ولا احمد؟ دكتور احمد خليل يا غريب، قول بيبو ولا احمد؟ يا خيطه يا خيطه يا خيطه. انا لو يالس يا ذبابه وميثه وضرابتهم وايد ابرك منكم، انتوا شو جايبكم عندي؟ احمد خليل يا خيطه، جدي سامي خيطه يا خيطه. فهمك انت برا. وانت انا بلعب رياضه قبل انت ما تشوف الرياضه. روح روح دكتور، ولا انت بعد سوداني يا راجل. روح احمد خليل وفهمك انت في الرياضه. انا بلعب رياضه قبل انت. ها غريب. مرحبا مرحبا عيد، هلا شو خير ان شاء الله، شو عندك؟ سلمك الله. في شوي مال حندر ستاند. شو مال حندر ستاند؟ شويه من بحندر يعني اخوي، شوي في غلط عندك، استوى انت غلطان انت. ها مس اندرستاند. نعم هالكلام. سلمك الله. انا طلبت منك تجيب لي دواء مال حالسيوم، وانت قمت جبت لي دواء مال غازات. هذا انا قايل لك اطلب لي منها مال حالسيوم. لا حول ولا قوه الا بالله. شي قايل انت السيره تغلط وتطلب لي اشياء غير نمونه. انا اقول لك ابغي دواء مال الحالسيوم، تطلب لي مال غازات؟ انت ما تفهم، انت ما تعرف تفرق، انت شو سالفتك؟ تعال انت لك وما تعرف حنجريزي. ها يا ربي يا ربي، اللهم طول شارو. لا حول ولا قوه الا بالله. استاهل يا اخوي يا عيد، ارد من اول وجديد يا اخوي. انا بس بفهم، مو انت اللي ظهرت هاي الكرتونه مال الدواء من جيبك واعطيتني وقلت لي هذا الدواء اللي انا ابغيه؟ اي صح انا قلت. انت قلت؟ مو بنت اللي اصريت وزنيت ووليت وحنيت علي وقلت لي يا غريب لا تغلط بالاسم، هذا هو هذا الدواء الكرتونه اعطيت اياها؟ اي نعم انا حنيت وزنيت عليك وقلت لك هالكلام، لكن السير توهقني وتجيب لي دواء الغازات بدل الحالسيوم، هذا ما يرضي حد. بعدين انت لو ساير طالب لي مضرب واحد بودي حق ايوزي. يا الظالم تقوم تطلب لي 150، شو اسوي من هذين كلهن؟ يا اخوي انا يعني ليش اطلب لك 150 وليش اطلب لك بالغلط؟ يا اخوي انت اللي طال اقول اقرا وزعن يا اخوي ال 150 على الشواب. ما فيهم غازات بالقصبو. يا هي نشبه يا اني توهقت يا هذا، وش لي اساعد الناس؟ زي الحين شو المطلوب مني؟ عطني فلوسي كله النوط ينطح نوط، ولا اقول لك جيب لي دواء من هذا شوف. ولا ما يخصني فيك ولا يخصني في اوراقك ولا ادويتك يا اخوي، انت تفهم ولا ما تفهم؟ هذه مو بغلطتي انا، مو بغلطتي انا. يا عيد يا اخوي انت اعطيتني كرتون مكتوب عليه الدواء وانت اللي طالب مني، وانا تعنيت وصرت جبت لابتوب من هناك وجيت، انا مو بغلطان، هذه غلطتك انت بارك الله فيك. غريب يا اخوي، انا ريال سماج وتعليمي على قدي، الرك عليك انت يا المتعلم يا اللي فاهم يا اللي تقول انا وانا، السير تطلب لي اشياء غير نمونه؟ ما تعرف تفرق بين القازات والحالسيوم؟ ما تعرف انت؟ ما تعرف؟ خبرني. أنا هشو سوي يا أخوي؟ يا عيد استواني ساعتين ذبحتي والله، راسي عورني، راسي مت بموت والله،
ساعتين ساعتين يعني سأفهمك انت ايش حقه مبطايع تفهم. اسمعني يا غريب بخبرك، انا بخبرك يوم اللي راسك عورك ومصدع وما بقادر تتحمل اي شيء رجع لي فلوسك اللي رجعهن رجعهن ولا تراح بخلي بنتي سجلك في المنتديات ما الدولي وفضحك فضيحة، بكتب عنوان فوق مرة كامل شكبرة، قريب ما يعرف الفرق بين القازات والحالسيوم. حالسيوم ان شاء الله عمي ان شاء الله فديتك، بصير اجيب لك بهزات وانا اضحك. ايش هذا خبر يا زرق الحبوب؟ الدوق قريب يوم انته ما تعرف عاده الفرق بين الكالسيوم ودواء الغازات، ايش حقه تشتري وتبني عمرك؟ تبغين انت علبه من هذين الحين؟ الا يا ابوي بسم الله علي الرحمن الرحيم، اندوك انا اشرب مرقدوش والحمد لله ما في عوق. غريب الحين صدق انت خسرت 7000 درهم بسبتي انا؟ ابوي الله يهديك كانت ريتني انا اطلب له، انا عارف وش يبغي. شو تريا انا قلت الحين خلني اطلب له وافتك ابنه، لكن سبب لي صداع مزمن وخسائر جسيمه. لو سمعت كلامي ويت وياي انا وسوسو انا وسبران كان احسن لك. او اني انا يعني مطرش اهلي ويالس في البيت وحداني عشان اريح واعيش في هدوء. مره واحده عفدوا علي كلهم. ياك لا يحرقون الجرس، سير دهديه. غريب واللي يرحم والديك، اطلب لنا هذا الدواء عن طريق الترنت. عن طريق شو؟ لا ميل هوت ميل. شو اشتمونه؟ يا اخوي يا غريب هالله فينا يا اخوي، سو فينا الشيمة، الثعلبة بدت تعق راسي، شعر راسي كله طاح. من وين اطلبه؟ عن طريق الترنت. الانترنت البرنت. هاي اخرتها. لا عزاد كدينا هالمرة، بعد اطلب له مدوية حق الثعالب. لا كدينا والله كدينا خير.